السلام عليكم، تيديري لاباس عليكم البنات؟ بمناسبة عيد الأضحى كنوجه لكم التحية ونقول لكم عيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير. اليوم جبنا لكم عيد اللحم ديال الضلوع، يعني مخلط فيه شوية، ماشي كل الضلوع ولكن من العنقرة وكاين من الضلوع، لأن ولادي ما تياكلوش كلشي من الضلوع وكاين اللي تياكل من العنقرة. المهم خلطت ليهم جوج. اليوم طريقة سهلة، يعني ما فيها حتى شي حاجة، ما فيهاش بزاف التوابل، يعني داكشي غيجي خفيف. غنعندناش بزاف، عندنا شي ثلاثه البصلات كبار ديال البصله، ثلاثه البصلات كبار يعني مقطعين شنايف هكا تنقولوا هنايا، اولا شرائح صغيره، ها هي تكون غليظه شي شويه لان مع اللحم تقدر ادوب لكم. ها نتوما شوفوا ثلاثه كبار هادو اولا اربعه متوسطين اللي بغيتو. صافي تنقطعهم تنديروا فواحد الطبسيل وتنخليهم على جنب. وعندنا شويه الزيت الروميه، ماشي بزاف، تقريبا شي نص كاس، وشويه الملحه، يعني الملحه على حسب الذوق، والكمون واحد معلقه صغيره، والابزار معلقه حتى هي حيت لهنا كميه كبيره، هي معلقه صغيره. والخرقوم نلقاوه شويه على حسب اللون، باش ما يجيناش بيض، يعني معلقه ونص هكاك صغيره. والسكنجبير حتى هو معلقه صغيره حتى هو، وواحد ونص كاس الماء، وواحد شويه القزبر المدقوق، نسيت ما قلتهاش لكم، قزبر يابس مدقوق، راه حتى الاخر عاد درتو نسيت ما صورتوش لكم، درتو فيها عطريه. ما ناخذ واحد البول وغنديروا فيها داك نص كاس تاع الماء، يعني درنا ربع باقي نزيد ربع الاخر، يعني الكميه ما قدتني شيء، قلت نشوف الكميه تاع ما قداش. صافي غنحطوا ديك الابزار اللي جا قدامي، كنديروا ما غنبداش بالملحه، لان ماشي ضروري الملحه تبداو بها، يعني راه شي غيدير كلشي يتخلط، ملحه البزار سكنجبير خرقوم بلدي والماء وشويه الزيت، يعني نص كاس تاع الزيت تقريبا والماء كامل شيء، والملحه والكمون، ملح واخا قلتها مهم عليك، والكمون، الكمون هي كيعطي واحد المذاق زوين في التفوار. وسميتو شويه الزيت كما قلنا، ونخلطوا هاد الكميه كبيره كامله. وقلت لكم كما قلت لكم القزبر المدقوق راه نسيتو، راه درتو دابا في هذه اللحظه درتها، والكاميرا اللي ما صوراتش ليا كنت محبستها وعاودت رجعتها، ماشي مشكل، المهم ما تصورش، انا قلت لكم حتى هي واحد ماشي بزاف، واحد معلقه صغيره ممسوحه ماشي بزاف، اولا نص معلقه عاديه صغيره. صافي كنخلطوا هاد المقادير كامله، هانتوما ملي غنشوفوا المقادير كامله خلطها غتجيني قليله بالنسبه للمقارنه الخليط اللي غنخلط مع اللحم. وزدت كمل داك الشويه الماء اللي باقي وغنخليه يترقد، هذا هو الكسكاس اللي غنصاوبو فيه، يعني كسكاس تقليدي ما كاين لا كوكوت لا والو. البصله غنديرو نصها، غنديرو غير نصها دابا من تحت، لو خدرتها كامله غنقصت نصها خليتها نص، تا درتها كامله وقلت خليني ندير نص لتحت ونص الفوق. ها هي شتو، صافي انا وجدت الكسكاس تاعي حطيته هو الاولاني، واخا ما غنصاوبش دابا، غنخليه يترقد واحد الساعه ولا ساعتين وعاد غنديرو. ها هو ما كملتو، ما كميه ما قدتنيش لان اللحم كثير. صافي دابا غناخذو اللحم نرقدوه مزيان، شتي راه كنغطسو مزيان، راه ماشي كنهضرها من الفوق وصافي. صافي انا زرف الكاميرا باش ما نقوي لكم بزاف الفيديو باش ما يجيكمش ممل، شي تيعطي حتى اللون، هذاك اللون الخرقوم لا قويتو شويه كيعطيكم حتى اللون باش كيجيكم زوين. صافي غنشدو هكا وغنخليه واحد المده، اللي مبغاش نوريكم كلشي. صافي خليتو واحد، غطيتو بالسلوفان وخليتو واحد الساعه، ماشي بزاف لان الوقت شويه كان معطل. صافي هانا جبت دابا اللحم حيت السلوفان، هانا دابا كنصايب فيه دابا انايا غنستفو الكسكاس ديالنا. ها البصل اللي فرشنا في الاول ها هي، واللحم غنستفو، نحاولو نديرو اللحم اللي في اللحم اللي لتحت والعظم يكون فوق شويه باش يطيب لينا اللحم، يعني ما خدش الوقت بزاف. انا راه كندير له واحد الطريقه كتجي ساهله وفي نفس الوقت كطيبو وما كتاخذش وقت بزاف في الطياب. انا هنقولها لكم من بعد، غنكمل معكم وقت الستاف ديال اللحم. صافي حنا نحطو البصله فوقانيه، مابغيتش نزرب دابا الفيديو لان خصكم ضروري تشوفوا هاد المراحل كامله. دابا غندي هنا دابا البصله فرشناها ودرناها من الفوق،
شتو يعني باش عطيتها المذاق، البصله شحال ما كانت كثيره كتجي زوينه. وثانيا اللحم ناشف خصكم باش تدوزوا فيه، ضروري خصكم البصله كتعطي واحد المذاق زوين. صافي داك شويه ديال العطري اللي بقى نكبوه من الفوق فوق البصله صافي، وتنديوه تنديو كسكاس فوق البرمه صافي. كما قلت لك العطريه حضرناها كملناها كامله اللي بقات صافي، غنديو الكسكاس يعني فوق البرمه كما قلت لكم. ها هو دابا حطيناه والعفيره راه ديجا كان الماء طاب. بعدا غنحط درت لهم الميكه مزيان، ماشي السلوفه، الميكه تكون غليظه باش بحال غتعرقوا ويطيب دغيا ما يتعطش الطياب. وديروا فوقو حاجه ثقيله يعني باش الهواء ما يدخلش، اولا طبسيل كبير ديروا فوقو شي بقره تاع الماء باش يزيد يتقال، اولا اولا مهراز اولا فوقو يعني فوق فوق الطبسيل يعني شي حاجه ثقيله اللي غتقدر تشدها. صافي ها هو اللحم تاعنا تقريبا، تقول تقريبا شي ساعتين ديال الطياب، ولكن راه العافيه كانت مجهده وفي الاخر نقصت منها بخطره وخليته طاب على خاطرو. ها هو الطبسيل ديالنا، الاكله ديالنا هي وجدات. شوفوا اللون تاع حاجه كيشهي والبصيله تاعو، ونتمنى تجربوه يعجبكم. وما تنساوناش من الاشتراك والتعليق وجيم، راه اللحم جا كيتفرتت شوف شحال طابنت. هاي نقصوا منه شي البوطه غير جهاد، يجهدوها في الاول غير طيب، نقصوا منها بخطره وخلوها طيب. دائما الحاجه دي عطيوها الخاطر شويه، طيبوها بكري ردوا بكري فهمتوا، ما تخليوش الاخر راه عندو كتسبقوا على الطياب والاخر جهدوا عليه، اولا ديروا الكوكوت. الكوكوت راه ما كيجي زوين، من الاحسن بهذه الطريقه التقليديه ما كاين ما احسن منها. ايوا جزاكم الله كل خير، وكنهدي لجميع المشاهدين ديالي وبالصحه والراحه، وكل عام وانتم بالف خير.